أوكي، نكمل المحاضرة. فبحالة الإثبات مثلا بالمفرد the house was built in 1899، في حين بالجمع these houses were built in 1899. بحالة النيجاتيف شلون راح تكون؟ طبعا النيجاتيف والمثبت شوفوا انه شلون جاي نكتب، نحكي احنا على الباسيف فويس. The house wasn't or wasn't built in 1899. These houses weren't built in 1899. الانتروكتيف يعني بالاستفهام، اريد اسال هنا was the house built in 1899؟ Yes it was. الجواب معطي مثلا او were these houses built in 1899. اوكي، فهاي هنا طريقة السؤال. زين، سؤال نيجاتيف راح يكون wasn't these houses or sorry wasn't the house built in 1899 weren't these houses built in 1899. اوكي، يعني هاي البيوت ما انبنت هاي. زين، هنا هل يعني ما انبنت وهو يسأل، يعني شلون مثل واحد يقول لا ما اعتقد هاي كانت موجودة هنا، صح لو لا؟ يعني هيك الجواب مالته، ما اعتقد هاي كانت موجودة هنا، او هذا البيت ما اعتقد بهيك سنة كان موجود، هاي السؤال مالته. فطريقة هنا العرض مالته او طريقة السؤال مالته wasn't built، في بير زائد part past participle، كذلك هنا wasn't طبعا هنا او was built. اوكي، فشوف انه الفعل الفيبر زائد تصريف ثالث الفعل، كذلك الفيبر زائد تصريف ثالث الفعل، بس هنا الحاله مع احتمال الجمع. فهاي هي طريقه الباسيف فويس. طبعا الامثله عديده وكثيره وممله بعض الوقت، بس انا اشوف انت حتى لا تقع بالاخطاء حقيقه، وحتى وهاي جايه من خبره، مو يعني من كتاب وتدرس وما اعرف شنو، لسهوله التعامل مالتك، سواء انت كانت كتابه او كانت قراءه او كانت مثلا حديث، استخدم الباسيف فويس حتى لا تقع بالاخطاء لسهولته اولا، وثانيا توصل المعنى بسرعه للمقابل اللي يريد يسمع. وهي مجموعة أمثلة، زين، أرجو أن تجرب بيها. طبعا هنا هسه معطيك إياها، هنا ما طول معطيك إياها بالماضي killed، إذا لازم تستخدم الباسيف الباست باسيف فويس. هنا أنا gave sent called off looked after will send him away. هنا أنا باوع شوي ابحث عنها، اللي هاي بالمستقبل راح تكون. began spider scared her scared زين و showed. فهنا بس هاي عندك بالمستقبل، شوف انت راح نفس الحالة ما بيها اي شيء، مجرد انه مثل ما قلت لك to be زائدا تصريف ثالث الفعل. هاي هي المحاضرة. هسه طبعا راح هاي المحاضرة شوي تفيدكم بالكتابة حقيقة، مثل ما قلت لكم هي محاضرة كلش يعني قصيرة، وأرجو أن يعني شوية تركزون عليها. على العموم لهنا أنا يعني أوكي، بس أريد أن أنوه لكم على فشغلة المطلوب من عندكم، وأنا هسه راح أكتب لكم هم إعلان بالجوجل كلاس مالتكم، انه تكتب essay او خلينا نسميها مثلا short essay، يعني فد مقالة قصيرة عن نفسك اللي هي شبه التقرير اللي هسه جاي يطلبونه من عندنا، وهذا راح تعتمد عليه مع 30% من درجتك النهائية. المطلوب من عندك تكتب short essay، هذه المقالة القصيرة عن نفسك on yourself، زين، بكلمات لا تتجاوز 300 كلمة. اوكي، فالمطلوب من عندك كتابة مقالة قصيرة تحشي بها عن نفسك ب 300 كلمة، لا تنقص ولا تزيد.
إذا زادت أوكي، إذا ما تزيد كل ما تنقص عن 300. لهنا وشكرا جزيلا.